بنبارك لعمر شعبان دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وبنبارك لأسرة السباحة بشكل عام، وبنبارك لكل القائمين على الرياضة في مصر. نكمل أخبارنا والخبر القادم من التايكوندو. الحقيقة الاتحاد المصري للتايكوندو اللي رؤوسه الكابتن عمرو سليم بيفكر في الفترة الحالية أنه يعمل معسكر. المعسكر ده يضم فيه لاعبتنا المصريين بجانب اللاعبين الأفارقة اللي تأهلوا إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. طبعا بيحاولوا من خلال هذا المعسكر اللي يقام في مصر ان هم اكيد يعني ما فيش شك خلاص بقينا بنطبق كل الاجراءات الاحترازيه اللي موجوده عشان سلامه اللاعبين. ولكن الفكره اللي بيدرسها الكابتن عمرو سليم واتحاد التايكوندو انه مع وجود اللاعبين الافارقه بجانب اللاعبين المصريين ان يكون في عديد من الاحتكاكات، اكيد هيتم تطبيق الكشف الطبي، اكيد هيوفروا معسكر قوي للاعبين في مصر، وفي نفس الوقت هيكونوا حافظوا على لاعبتنا في حاله ان هم لو في سفر خارجي. انتوا عارفين حضراتكم ان دايما الاجراءات الاحترازيه اللي بتكون في مصر اشيد بيها قبل كده من كل الدول اللي موجوده في افريقيا، فبالتالي بنضمن معسكر تدريبي قوي في احتكاكات ما بين اللاعبين المصريين واللاعبين الافارقه، وفي نفس الوقت بنحافظ على لاعبتنا من ان هم يخوضوا اي تجارب وديه او من اي سفر ممكن بعد كده لا قدر الله سبب يسبب الاصابه بفيروس كورونا لاي من اللاعبين. زي ما حضراتكم عارفين ان اتحاد التايكوندو كان عمل معسكر قبل كده، والمعسكر ده فض بعد كده تقريبا في المركز الاولمبي في المعادي، وبعد كده منح اللاعبين راحه لمده 72 ساعه قبل خضوعهم لمسحه كورونا، ده قبل اعلان اصابه كل من اللاعبه او البطله الاولمبيه هدايا ملاك واللاعب عبد الرحمن لاعبي المنتخب بكورونا. بنقول لهم الف سلامه ان شاء الله، بنتمنى التوفيق ليهم في الفتره القادمه، وان شاء الله يرجعوا بسرعه للاحتكاكات، وان شاء الله بنتمنى التوفيق للتايكوندو ان هو يكون حليفه ان هو ان شاء الله يفوز بميداليات اولمبيه ان شاء الله في دوره الالعاب الاولمبيه.